وقتها قالوا لي تم دواء في فرنسا يحسن الحالة، قالت لي عليه الطبيبة متاعي. مدام خوج هذي. اي مشينا صبيت مثل بالكلام وسينر في وقت ما كانتش كلام، كان سينسيت سينر في ايه انا برا موظف عمومي. وعلى فكرة فتك بالحديث، انا كبير في اخواتي، وبابا عنده 6 اخوات، بابا امي وامي يعني 9 في العيد. به لا سامحني، انت جبت الموضوع هذا باش نسالك، ما عندكش حاله وراثيه كيما هكا؟ لا انا يعني اول عبد نور بالعصابه في العيله حتى كبير، بابا وامي ما يقربوش لبعضهم، وانا مرض يعني مش اي حاجه. خاطر هما في العادة في حالات كيما هكا لازم يحطوا احتمال الدواء. اي حق التحاليل من الاول قالوا لي يعني عندكم شكون مريض في العائلة حتى الكبيرة، اخوالي وولادي من لاباس عمومتي يعني حتى في العائلة الكبيرة الكبيرة ما عندناش شكون. انا برك في كاروسة اول واحد، فهمت؟ اي واصل. بعد قلت لي قلت لك الدواء من فرنسا كهو هذا انا الغدا ما يعني بعثوا لي الرد، قالوا له غالي على الدولة، أبوك يعني ما ينجمش بشي 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 باش نجيبوا لك الدواء غالي على الدولة. سكت حاسي. هذه سامحني هذه وقت ايش تم؟ ابي عمل فيه. مشيت عملت ستاج، قلت نمشي نشوف حياتي في كروسة مش بشنيق. استعملت فورماسيون في سونتر متاع حاولت الحياة من نوبة. ايه في الفترة هذه سامان، الفترة هذه اللي انت مريض فيها عملت مساج؟ عملت مساج، انا المشكل ريس المخ، المخ ما يطبقش لتوه الشتاء، حتى كي تعمل مساج وبيسين تتحرك يعني المشكل مش ريس الاعصاب لا بأس، واللحم لا بأس، والعظام لا بأس، المشكل متاع الكبسة بالمخ. لكن المساج يحاول يسهل لك ال ريس المساج الشتاء سهل، انا مش كومبليت ما ريس كتبر الدنيا يسك بس جربت مساج شيء. ليس المساج تعمل فيها خاص ما تبر مش عن طريق الدولة. عملته في السونتر، عملت بيشين انت وحدي، وقت شريت بسكريت كفيك صدار انت بس نتحرك بها انا، وبعد قلت بر نمشي نشوف حياتي نمشي نخدم. مشيت كريت حانوت، خذيت قرض من بيتيس، بديت نخدم من 2000 حتى 2007. في 2007 عاد ما وصلت باش نخلص البنك، ديست مصروفي انا كهو، اذا البنك ابعث لنا الفلوس ولا نبعث لك عقلة يا ولادي انا ذيك الروس ذاك ما هو عطاء من عند الدولة. قالوا لا قرض ذاك تخلص ولا نعمل لك عقلة. تعاود الطبيبة متاعي تطلبني تقول لي يا هيك راب ولت تصير عمليات في العالم متاع المرض متاعك. مشينا نشوف المرض متاعي، فاما دواء عملية تكلف غالية، تكلف 300 مليون تونسي، وتصير في فرنسا انت نسبة النجاح في فرنسا باهية برشا. صبيت برشا مطالب للدولة من وقت التو. سامحني مدام خوجة أكدت لك، مدام خوجة أكدت لك اللي العملية ممكن البر ماشي هي بركة. أنا بديت أكد، حليت الإنترنت وقابلت حتى طب من برا، وزوت طب من برا لتونس وقابلتهم، وقابلت أحسن جراح في العالم وريتها على الإنترنت، وكلمتكم في فرنسا. انا وصلت طبيب من فرنسا انت من احسن الجراحة العالم، قال كان تونس توصل تبعثكم انت تبعثك انت يشوفكم على خاطر قطعة بلاك الكترونيك انت تشري
تتحط هنا تولي هي هي عزل تولي تخدم في بقى تعاون المخ يصير لك زرعة في المخ هاي أبيك أما المشكلة عام مساج من بعد العمل والجراحة وأنا مدام خوجة قالت لي نعملوها في تونس قلت لها هانت الروح قلت لها ميساج بالرغم من ذاك التو ما عملتهاش وأخي بحاجة سمحني ممكنة في تونس حسب ما قالوك ممكنة في تونس باش يجربوا هيك معناتها نسبة نجاح معناتها نسبة نجاح برابر كامل أودي تو أنا قلت لهم ميساج ما عادش يهمني قاموا بحياتي ميساج المفيد عبدي يرتاح ويرجع عامنا 2011 ثورة صارت في غزة المرض متاعي نشوت ضرب لي نزر كيفاش معناتها بصفة عادية ولا فما حكا صارت لك؟ صار لي حتى شيء المرض نشوت واحدة من داخل المخ هي في المرض متاعي أما نسبة قليلة كونه يضرب نزر يعني يضرب الجهاز العصبي تو ضعف البصر متاعك هيك مش ضعف جاملة كل شيء بالعبي شنو بالعينين الزوز ولا بعين واحد؟ بالعينين الزوز بابا حضر وما نشوفه حتى ايه باهي باش نسألك سؤال اخر انا حبيتك تكمل وظيفتك انت وقت بداك المرض بما انك اتصلت بالدولة ما تخذيت بطاقة اعاقة اخذيت بطاقة اعاقة ايه بالبطاقة اعاقة ما نجمش تتصل مثلا وقت اللي الطب صعب عليك الكنام ولا سي ان ار بي اس علاش ما اتصلتش بالدولة انها تتكفلك بما انك انت من ذوي الحاجات الخصوصية الدولة انت قلت الدولة تتكفلك انا من اكل الناس كده عمري ما اخذيت كروسه من عند الدوله عمري ما اخذيت لا كرسي لا من عند سينس نحكي لك سامح نحكي لك في حكايه خروجك لبرا برك بالنسبه لحاجه لبرا اخويا انا جريت على الدويج جريت على خروج وصلنا قابلنا قبل المنظر الزنادي وزير الصحه قرروا عنا كومبيتون في تونس وغالي العملية حتى على الدولة غالي خوي لي 7 سنين نستنى حتى ما البصر مشي على روحه وباقي يزيد استنى الله غالب خوي لكنه ما يعطي سامير ليش عبد حتى لين يموت وزيد استنى عادي يعني توا هيك انت تعكر صحتك هو نتيجة تجاهل الدولة ليك بالطبيعة وريت في العينين فما دواء يوقف عند المرض متاع العينين مفماش منه في تونس وغالي والبرا في فرنسا ما عنديش حتى مرة خالي بعث لي منه وكهو ميبقاش معاه شكون باش يبعث من فرنسا لتونس باهي باش تكمل توضح لنا أكثر قلت الحكومة القديمة ما النظام القديم ما عاونك بحد شيء بعد الثورة انت جئت الحكومة دي او حكومة اللي بالطبيعة انت جئت الحكومة انا عملت زوز ارتيكل في الجريدة عملتهم لي هجروا اسمع لكنا قالوا لي جعل صب مثل باخر صبيت ومقبرة ساعة متاع العمالي في ديسمبر 2011 قبل ما 2012 طبيت ما حاولتش تقابل وزير الصحة سواء في الحكومة المؤقتة ولا الحكومة هذه المؤقتة هذه أقول لك حاجة شو قابل وزير الصحة شو بش يعمل أعطيني أنا أقول لك كروسة ما مدلوها وشني مش بدور مش يقول لك عيزة والله يبرمشي يجيب باسبورك ويجي تو استنى حد شيء معنو ما ريت استنى هي تونس قديش عندي استنى من 93 استنى الحمد لله يا ربي عبد لا بشي اسمع لا هي حكومة لا قديمة لا جديدة اسمعها يا ربي
وانا على هيك وانا ماليش من الكنيسة اللي ما عنديش ولا انا حاب بعثوني ولا بجاه ربي ولا جيعان. الحمد لله يا ربي شبعان، عندي بابا ربي يفضله لي وامي وعيلتي كل يا لكن اللي يا ربي ودي تونس. انت ولد تونس؟ ولد تونس. شنو شنو عليه؟ انا نمشي على كاروسة يقول له يطلع 50,000 اعمل لي بطاقة معاقة قال لي زيه البلدية. واللي انت يا ودي يا اخي انت ريت الكاروسة تقطع تتكاسر عشان تقطع اظهر الكاروسة. نقول له يا ودي راه في الشارع مش نمشي سبيتار مثلا، مش دونتيس ولا مش نمشي لعيبة تجيش منه بابا يحمل. ها اي انت باش تمشي مع العملية ب 300 مليون وتو هاي صابو نستنى اللي يعمل ربي يبلي. جريت جريت تعبت هون قبلت وغدو اختي سهر ربي نسيش انا نستنى. تو الملف متاعك وين موجود؟ الملف متاعي لكن ها والدوسي الصحي كان باش بيطلع صح في سبيتر الراب. معناتها موجودة وضعيتك كل غادي وال غادي والمطلب الجديد اللي عملته اللي كنا قبل صبيت مطلب وخلوا ما لقيناش وعاود صبيت بريزون شارج جديدة متاع الدوية متاع العملية الخاصة على ديك الخاصة اللي يعملوها الزرق. كل ما يكلمهم كل ما نتكلم يقول له يعطي صاميت البلاد ماشي راك حاي مزيان الناس ناسينك توا زي في الجديد توا عنا 3 شهور. قلت انا مسير 3 شهور مش برشا واني صابر واني مستنى استني 7 سنين خليه 3 شهور وسبع شهور كيف سهل ربي سهل ما سهلش ربي يا ربي لك الحمد والحمد لله يا ربي دي ما تمشي تمبوز